سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تسمعوا فينا على 93 أو على لايف ستريمينج برنامج سبيسيال تنس، أهم الأحداث طيلة الأسبوع وأهم الدورات والتظاهرات وجديد والحصريات كالعادة على الحياة فهم. اليوم في سبيسيال تنس باش نركزوا على الدورة الدولية لسيدات التنس قيمتها 250,000 دولار، حديث على جلسة العمل اللي جمعت رئيسة الجامعة مدام سلمى المولهي بوزير الشباب والرياضة السيد كمال دقيش، ونختموا بصورة أنس جبر على المعلقة الرسمية لدورة دبي. هذا الكل أكثر تفاصيل مع رئيسة الجامعة التونسية للتنس مدام سلمى المولهي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات. شكرا لك مدام سلمى. أكيد فهم الجديد طيلة الأسبوع باش نبداو نحكيو على الدورة الدولية للسيدات التنس اللي قيمتها 250,000 دولار. كما كنت قلت المرة اللي فاتت، هذه فرصة جات لتونس تنظيم دورة كبرى ب 250,000 دولار، يشاركوا فيها أحسن لاعبات التنس. هذه فرصة كانت أتاحتها لنا شركة EMG، وكما تعرفوا جامعة التونسية للتنس لليوم 2022 ما عندهاش الملاعب الخاصة نتاعها، ذاك عليه اليوم العائق الوحيد هما الملاعب. الموارد الحمد لله موجودة، المستشارين كذلك موجودين ووعدونا باش يقفوا معنا في تنظيم هذه الدورة، لكن الحل الوحيد أن الدورة هذه نظموها في ملاعب الحي الأولمبي اللي كما تعرفوهم ملاعب الحي الأولمبي معناتها براتيكمان يسون با أومولوغي باش ينظموا الدورة هذيا. المدارج، الملاعب لازمهم غيفيتمان، كذلك لي فيستيير وبرشا حاجات في الملاعب. دونك مشكور سيد وزير الشباب والرياضة في كمال ديكيش اللي فرح بالفكرة الحقيقة، وكذلك رئيس الحكومة اللي مساندتنا. كنا قمنا بجلسة عمل مع سي كمال ديكيش وكذلك مع المسؤولين عن الحي الأولمبي باش نشوفوا الصيغة اللي نجموا نلقاوها باش أنها جامعة التونسية للتنس تاخذ الملاعب هذه لفترة معينة باش نجموا نقوموا بالتنين نتاع الملاعب باش نعاودوا لي غادان. كما تعرف الفترة صغيرة الفرص في الحياة ما تجيش ديما، وسورتو لتنظيم دورة خاطر في التنس الجماعات الكل مأخوذين كما قلت في المداخلات نتاعي القديمة. دونك هما يمزون بروبوزي لا سومان نتاع اخر جويليا، وهذه الجمعة الدورات الكل تتقام في التيران دو سورفاس رابيد اللي هما جرين سيت. دونك قمنا بالمراسلات للحي الأولمبي باش يشوفوا الصيغة أول ما خرجنا من عند سيد وزير، دونك تو نستناو فيهم باش أنهم يردوا علينا، مي لليوم ما ردوش. البارح كانت عندي مكالمة هاتفية مع المسؤول عن الحي الأولمبي، قال لي أنتاسيت نارتين يردوا علينا ومن عشكم باش نقابلوا، كان باش نطولوا في المقابلات قبل هذاك وقبل هذاك الحقيقة باش تطول برشا. هذايا الدورة تم تونس كامل، هذايا لازم كروند فولونتي دو تو الموند، هذايا لازم نزربوا في الوقت، كان باش نستناو باش نقابلوا الآخر ما ينجمش وباش نقابلوا وباش نعملوا. احنا توا جوست نستناو لو كونترا يتعطى لنا نشوفوا شنو معناتها الصيغه. بيان سور بي 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 ما تنجمش تكون حاجه اللي رابيدمون باش هكاك المصاريف نصرفوها، بيان سور باش يكون بيان سور ا بو بخي دون لي 500 دينار كيما تعرف، معناتها ديجا بوغ فيغ لي غرادان لازم بيريود كبيره بوغ رينوفي لي تيران. دونك احنا توا نستناو فيهم، ماذا بينا معناتها يكونوا بلو رابيد كو سا، و سينو سي اون كيستيون دو تان. احنا حاضرين، بدينا في لي ديزي البارح في جامعة تونسية التنس، دونك حكينا مع جماعة اللي باش يعاودوا غرادان باش يجيو يعملوا لنا ليستيماسيون، كذلك لي دو تيرانات الضوء. احنا كجامعة الحقيقة بدينا نخدموا، بدينا باش نحضروا لي ديزي باش نشوفوا ليستيماسيون قد ايه تتكلف، كيفاش نعاودوا لي 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 3 اي 4 ديزون لي 7 لي 7 تيران. وانا متفائله برشا الحقيقه، شكر خاص لسلطه الاشراف اللي واقفه معنا. دونك لازم اكثر كيما نقولوا موتيفاسيون واكثر فولونتي دو لا بار دو لا سيتي اللي معناتها بون ما نشكش فيهم اكتويلمون
قاعدين وعود بالكلام يعني. انا ماذا بيا وعود بالليزاكسيون لو كونطرا سو في رابيدمون نلقاو كومبرومي ما بين بعضنا، خاطر ما انت الحقيقه الكلام وحده ما يجيب حتى شيء. احنا عندنا توقيت هذا مهم برشا، راهو مش ساهل خاطر نعاود الملاعب. دونك هذيك هي مشكلتنا اكتوالمون، كان الملاعب احنا كجامعه تونسيه للتنس حاضرين مستشارين تاعنا الاوفياء حاضرين وكذلك لازمنا ما كتعرفش نبداو ندورو، مي لا فيريتي جو سوي اوبتيميست وشكر خاص لسيد رئيس الحكومه وشكر كذلك خاص لسي كمال بكيتش اللي الحقيقه كل ما نكلموه كل ما نهاتفوه كل ما نكلموه في الوقت يراجع ولافير معناتها شددها هو. ونتمنى اللي جماعة الحي الأولمبي كذلك يعجلوا شوية على خاطر هذايا باش تتعمل لتونس، تعمل صورة تونس، باش تعمل للأنس جابر، ماهيش تعمل للأشخاص، باش تعمل للجامعة التونسية للتنس، كلنا لازمنا اليد في اليد، الفرص ما تجيش ديما، دورة كبيرة، غوتومبي معناتها دي غوتومبي إنورم سور لو بلان ميدياتيك، سور لو بلان إيكونوميك، سور لو بلان توريستيك، وأهم حاجة سور لو بلان سبورتيف. اليوم عن أيقونة كما أنس في العشرة الأوائل أقل حاجة ننظموا لها دورة، الفرصة جات، دونك نتمنى أنها أن أون بروفيت دو سيت أوكازيون الكلنا مع بعضنا يد في يد، خاطر الجامعة كما قلت لك جو سي أون تران دافونسي أ غران با. مي سان ديبون دو كيما واحد يقول ماشي عوم عندك بيسين معناتها سي لا ميم شوز. وبما وبما انه مدام سلمى دوره دوليه مهمه جدا، ان شاء الله يكون حضور الجماهير اللي مولعه برياضه التنس تكون موجوده، بما انه تزامن مع بوادر انفراج في الامور الصحيه، ونعرفوا انه في الملاعب كره القدم الجمهور يعني بنسبه 50% بدا يرجع، ان شاء الله زاده في التنس مع دوره كبيره يكون حتى الجمهور متواجد للتشجيع. لا كيكا تهنى، انا متاكده اللي جمهور باش تكون متواجد ومتواجد كثر الجمهور. الدورات الكبرى اللي قاعد تفرج فيهم في التيلي باش يجيو، باش تجيهم الدوره هذه لتونس، باش يجيو دي كرون جوار ديناميكيه كبيره، مش كان احباء التنس. اليوم التنس تخلى ديار الكل، اليوم التنس يتفرج في القهاوي، اليوم كي تتعدى انس الناس الكل ولات تعرفها، وهذه هي الغايه من انها ردوا اللعبه هذه زاد كذلك شعبويه الغايات في ممارساتها الرياضه، مش كان انها تنظم دوره ذا ذلك عدد اللاعبين وعدد المجازين باش يكثر. قلت لك يا بوكو دو 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 غوتومبي، مي سورتو ليماج دو بيي. واليوم تونس معناتها تستحق ليزيفينمون باغي، اليوم في فتره صعيبه ان ايفينمون باغي باش يحيينا ويحيي الشعب التونسي الكل. وجو سوي بيرسوادي ومتاكده 2000% اللي لي غادان باش يتعبي واللي باش يصير اشعاع كبير، وان شاء الله معناتها من هنا لاخر جويليا الوباء كوفيد 19 معناتها ينقص ويولي الجمهور 100% مش كان 50%. نجم نقول لك هو كان حلم اليوم حقيقه، لكن اذا لازمنا نسرعوا نسرعوا معناتها من غابيديتي دون لي زاكسيون تاعهم، وكان باش نوريوها بيروتيك خذ ورقه ومد ورقه اعطي ورقه، مستحيل نجموا نظموها. مالوغوزمون انا با نوتر بروبر انفراستركتور، انا ميديتي بوندون دي زاني، عندي اكثر من خمسه سته سبعه سنين عندنا كلنا كاعضاء مكتب جامعي وكرئيس جامعه، نجري على ارض، نجري على باش ناخذ سيتي، ما حتى حد لا سمعني، حتى حد لا وقف معنا وقتها، مش يقف مع سلمى المولي، راه باش يقف مع جامعه تونسيه للتنس. اليوم جات دوره والعائق الوحيد اكتوالمون ما فماش انفراستركتور، لازمنا نزربوا، نجموا نقدوا، راهو غيان ايت امبوسيبل، على خاطر يسوفي جوست نقدوا الصيغه القانونيه ما بيناتنا نحن والسيتي معناتها سبورتيف هذايا مركب نتاع المنزه، اي بي تو تيغا بيان ان شاء الله. ان شاء الله الناس الكل تكون يد واحده من اجل النهوض بالرياضه اكثر، واكيد كما قلت انت مش يعاونوا مدام سلمى المولي، اكيد الجامعه التونسيه للتنس. في الختام مدام سلمى، فما صوره انس جابر المعلقه الرسميه لدوره دبي، وانت شفت الصوره يعني حاجه كبيره، بطله من ابطال تونس تكون الصوره نتاعها على المعلقه نتاع دوره دبي. سي انس دخلت في التوب 10، دخلت ضمن العمالقه، انس عملاقه من اصلا، انس سي اون ليجوند، انس ربحت لاعبات مصنفات الاولى الثانيه الثالثه، دونك سي توت افي نورمال، اليوم باش يقراوا على حسابها، اليوم انس في بلاد عربيه، اليوم في ابو ظبي في دبي، دبي يحبوا برشا انس تونسيه عربيه، دونك ما يجموا كان يفرحوا بها، تتحط معلقه وبارتو لافيش
نتاع اون جو سيبوز كي لي بارتو ا دبي وانت تشوف الفرحه غادي في دبي كي اون باش تلعب اللي هي العربيه الافريقيه الوحيده دونك فخر لينا فخر لتونس صوره تونس فين ما تمشي اون قاعده تهز في الرايه سفير تونس معناتها لا ما نجمش نقول اكثر من هكا سي اون فيغتي اللي يظهر لي اليوم لازم tout un état, tout le gouvernement soit fier de ONU et pourquoi pas le mois de juillet sur la vie qu'a t'koun akbar ou t'koun t'cha akbar fi t'kounso bahleha raya tounsé ou l'alam tounsé bera frasé. واضح شكرا لك مدام سلمى على كل التوضيحات وكل الإثراءات تعطيك الصحة خدمة كبيرة قاعدة تقوم بها رئيسة الجامعة التونسية للتنس والدور الدولي الهام إن شاء الله الناس الكل تكون يد واحدة من أجل النهوض أكثر بالرياضة هذه هكا وصلنا لنهاية سبيسيال تنس شكر خاص للمعد التقني خلينا نقول نوفل الشرطاني يعطيه الصحة لأمننا أعداد البرنامج كذلك في تمرير الصور زميلنا وأخيرا عبد الله الحطاب اللي كان كوتي ميكرو ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة من سبيسيال تنس سبيسيال تنس على الحياة فهم سبيسيال تنس على الحياة فهم أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات